السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نبداو الدرس الاول للمستوى الاولى اعدادي اللي هو لي نومبر ديسيمو بوزيتيف اوبيراسيون، الاعداد العشريه الموجبه او العمليات على الاعداد العشريه الموجبه. بالنسبه للدرس غتلقاوه مشروح في دي فيديو، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. ومتنو غنبداو التمارين، كاينين دي سيري عندنا واحد السلسله ديال التمارين حتى هما غنخليهم لكم في صندوق الوصف. وهادو غادي نبداو دابا التمارين ديال الكتاب المدرسي. دونك اول حاجه غادي نقولها لكم هي ان اي تمرين كنخدم انا في الكتاب المدرسي خاصكم نتوما تكونوا ديجا خدمتوه، يعني على الاقل ديروا محاوله، خدموا وخدموا وخدموا، يعني عرفتوا وما عرفتوش تقاتلوا معاه وابقي عاد شوفوا لا سوليسيون. دونك انا في الحل غادي نبقى نشرح لكم الطريقه كنديروا نخدموا باش تولفوا تخدموا التمارين بوحدكم. غنبداو بالتمرين الاول سون ايتوليزي لا كالكولاتريس افكتو، يعني بلا ما نستعملوا لا كالكولاتريس غادي نخدموا هاد لي زيكزارسيس. وماشي غير في هاد التمرين، في اي تمرين حاولوا ما تبقاوش تخدموا الحاسبه داكور. دونك حتى الا كانوا عمليات ديال الضرب حاولوا تخدموهم في الوثائق، عمليات القسمه خدموهم، يعني حاولوا انكم تجنبوا الحاسبه. غادي نبداو ب ا، دونك عندي في ليكسبريسيون ا كندير بالنسبة لباج 13 15 7 6 3. دونك هنايا فهاد لو كور اشنو فيه؟ خلاصة فيه الا كانت عندي واحد السلسلة ديال العمليات، بمعنى عندي واحد التعبير فيه مجموعة من العمليات مختلفة، يعني الضرب، القسمة، طرح الجمع، الاقواس. دونك فاش كيكون عندي واحد التعبير بحال هكذا، اول حاجه كنبدا بها هما الاقواس داكور. كنبداو بالاقواس وكنا بغينا نرتبوهم كنبداو بالاقواس هما الاولانيين. ابري كنبداو بالضرب اولا القسمه. بالنسبه للضرب والقسمه سواء بدينا بالضرب اولا بالقسمه بحال بحال، دونك بجوجهم كيجيو في المرتبه الثانيه الضرب والقسمه. عاد موراهم كيجي الجمع والطرح. يعني بالنسبه للاقواس اي حاجه كانت عندي في القوس، ماشي بالضروره الضرب او القسمه نو. وشي مرات كنلقى قوس كبير وقوس صغير وسط منه، اشنو تندير؟ كنخدم القوس الصغير هو الاولاني عاد كنمشي للقوس الكبير داكور. وابري كنحل دوك العمليات اللي عندي داخل الاقواس كنمشي نخدم الضرب والقسمه، عاد كيبقى ليا في الاخير الجمع والطرح الا كانوا عندي داكور. دونك هنايا لاحظوا اول حاجه غنبدا بها هما لي بارونتيز، غنبدا بالاقواس هما الاولانيين نخدمهم. دونك غندير تساوي في لي زيكسبريسيون بحال هكذا، تبقاو تحطوا تساوي تحت من تساوي باش يكون هذاك الشيء مرتب. ماشي بالضروره انكم تبقاو تعاودوا ا تساوي ا تساوي، مي نو نقدروا نديروا ديريكتومون تساوي تحت من تساوي. نحتفظوا ب 15 ونجي نحل هذاك الشيء اللي داخل الاقواس، 7 ناقص 6 اللي هي 1. دونك صافي غنحيد لي بارونتيز، زائد 3 تساوي. لاحظوا ان هذه العمليه فيها غير الطرح والجمع، ما عندي ضرب ما عندي قسمه. دونك فاش يكون عندي غير الطرح والجمع كنبدا من اليسار الى اليمين، يعني كنحسب عادي. 15 ناقص 1 هي 14، زائد 3 تساوي 14 زائد 3 هي 17. نقدروا نديروا في الاخير ا تساوي 17. نشوفوا ليكسبريسيون ب، عندي 15 ناقص 7 ناقص 6 زائد 3. دونك ici j'ai des parenthèses. دونك اول حاجه نبدا بها هما لي بارونتيز. غادي نخلي هادو، نخلي 15 بلاصتها موان 7 بلاصتها موان، عاد ندير هنايا لا صوم ما بين 6 اي 3. دونك 6 بلس 3 سي 9. دونك بقى ليا هنايا غير طرح. اش غندير؟ غنخدم من اليسار الى اليمين. 15 ناقص 7 هي 8 ناقص 9،
8 ناقص 9 هي ناقص 1. دابا غنقول لكم منين جبت انا هاد ناقص 1. هاد العمليه هادي مازال ما غتشوفوهاش في هاد الدرس، ولكن غتشوفوها في واحد الدرس من بعد اللي هو لي نومبر ريلاتيف. انا نديكم هنا غير واحد القاعده خفيفه، مي ابري غتشوفوا الدرس مضبوط. دونك هنايا الا كانوا عندي واحد جوج ديال الاعداد لواحد سالب والاخر موجب كنسميهم اعداد نسبيه نومبر ريلاتيف. دونك شنو هما لي نومبر ريلاتيف؟ هما واحد الاعداد اللي كيقدروا ياخذوا جوج ديال الاشارات مختلفين، يعني يا اما ياخذ زائد او لا ياخذ ناقص، كياخذوا بجوجهم داكور. دونك هاد الاعداد النسبيه فاش كنبغي نجمع ما بيناتهم، الا كانت عندهم نفس الاشاره، بمعنى عندي مثلا واحد جوج الاعداد، واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة مثلا، هاد الاعداد كنلاحظوا ان عندهم نفس الاشاره اللي هي ناقص. اشنو كتقول لنا القاعده؟ كتقول لنا احتفظوا بالاشاره ديالهم وجمعوا، جمعوا بيناتهم، يعني جوج زائد ثلاثة خمسة. مثلا الا كانت عندهم اشاره مختلفه، لاحظوا ان واحد عنده اشاره ناقص والاخر عنده اشاره زائد، اشنو كندير في هذه الحاله؟ كناخذ الاشاره ديال الكبير فيهم، مثلا هنا الكبير هو 3 والاشاره ديالو هي زائد، وكناخذ الكبير ونقصه من الصغير داكور. ناخذ الكبير ونقصه من الصغير، يعني 3 ناقص 2 هي 1. مثلا هنايا عندي 8 ناقص 9، هاد 8 هذه اللي ما حداها حتى شي اشاره راه حداها زائد، غير حنا ماشي اوبليجي انا نكتبوا هذيك الزائد داكور. دونك هنايا اشنو كندير؟ كناخذ عندهم اشاره مختلفه، كناخذ الاشاره ديال الكبير فيهم، والكبير هنا هو 9، كناخذ الاشاره ناقص. وشنو قلت؟ ندير الطرح بيناتهم، يعني 9 ناقص 8 هي 1، وداك الشيء اللي درت هنايا داكور. دونك اشنو خديت؟ خديت لي بارونتيز حسبتهم هما الاولانيين، احتفظت ب 15 هي، ها 7 ها هي، ها الناقص هنايا، وهبطت هاد الناقص ها هي هادي، ودرت 6 زائد 3 هي 9. من بعد خديت 15 ناقص 7 تتعطيني 8، و 8 ناقص 9 خدمت هاد العمليه. دونك هادو ماشي اوبليجي انكم تعرفوهم دابا، مي ابري غتشوفوهم فواحد لوكو. غنعاود لكم غير هنا بخلاصه، الا كان عندهم نفس الاشاره كنحتفظها نحتفظ بها ونجمع، اما الا كانت اشاره مختلفه تناخذ الاشاره ديال الكبير فيهم وكننقص داكور. هادو كيتسمى لي نومبر ريلاتيف. دونك نمشيو ليكسبريسيون سي، دونك ندير هنايا بي ايغال موان ز. نمشي ليكسبريسيون سي، عندي 15 موان 7 موان 6 بلس 3. دونك هنايا لاحظوا انني غادي نبدا باول حاجه اللي هي لي بارونتيز، نحسب هذاك الشيء اللي ما داخل القوسين. دونك غنحتفظ ب 15 ها هي، ها لو موان، نفتح القوس ونحسب 7 ناقص 6 شحال؟ 1 زائد 3. مازال عندي القوس، نحتفظ ب 15 ناقص 1 زائد 3 اللي هي 4، و 15 ناقص 4 هي 11، سي تساوي 11 داكور. غنمشيو لاكسبريسيون دي، دي ايغال 19 موان 15 موان 12 موان 2. لاحظوا هنايا هي في هاد الحاله اللي قلت لكم هنايا ان دي فوا كيكون عندي دو بارونتيز، يعني قوس وسط قوس، تما شنو كندير؟ انا كنبدا بهذاك القوس الداخلي هو الاولاني، ابخي عاد كنحل هذاك القوس الخارجي، كنبدا بهذاك الشيء اللي الداخل عاد كنحل داك الشيء اللي برا. بمعنى غنحتفظ ب 19 ها هي ناقص، ونفتح القوس نحتفظ ب 15 ناقص، ونفتح هذا الشيء اللي عندي هذا الداخل الاقواس، يعني نحلو 12 ناقص 2 هي 10. دونك هنا مازال عندي واحد البارونتيز، يعني غنبدا به نكتب 19 ناقص 15 ناقص 10 هي 5، و 19 ناقص 5 هي 14، يعني ان دي تساوي 14. باك كملوا، غنشوفوا دابا او. دونك او ايغال
19 موان 15 موان 12 موان 2. دونك اش كتلاحظوا معايا هنايا ان حتى في هذه الحاله عندي دو بارونتيز، عندي لي بارونتيز انترن اكستر. غادي نبداو بهذوك الاقواس الداخليه هما الاولانيين، عاد ابخي نشوفوا هذوك الاقواس اللي عندي من برا. دونك شنو ندير؟ نحتفظ ب 19 ناقص نفتح الاقواس، 15 ناقص 12 اللي هي 3 ناقص 2 تساوي. دونك نحتفظ ب 19 موان، maintenant غنحل هذه البارونتيز الثانيه، 3 موان 2 سي 1 دونك ايغال 18، e ايغال 18 داكا. maintenant غنشوفوا ليكسبريسيون اف 12,6 plus 3 fois 4,2 plus 1,8 fois 2 divisé par 6. Donc là, on a une amélie twila. On a eu les parenthèses. Donc, on a eu les parenthèses. D'abord, on a eu les parenthèses. 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 On a كنمشي من اليسر حتى اليمين بالنسبه للضرب والقسمه. هنايا لاحظوا عندي الجمع، ها فين عندي الضرب، سطر عليهم، عندي الضرب هنايا وعندي هنا الضرب والقسمه بجوج. هذه يعني ما غاديش نقيسها في الاول، غادي نخليها 12.6 زائد عندي هنايا الضرب وصافي. هنا حتى انا عندي الضرب والقسمه، يعني صافي بقى لي هنايا هذه اللي فيها الضرب، غادي نبدا بها حيت هي اللي لقيت الاولانيه. 3.4 كتعطيني 12.6 زائد هنايا عندي الضرب وعندي القسمه، دونك عندي عندي الضرب والقسمه. غادي نبدا غير من اليسار لليمين، نحسب هذه هي الاولى حتى نحط النتيجه ونقسمها على 6. 1.8 الى ضربناها في 2 تعطيني 3.6 ونقسمها ديفيزي باغ 6. maintenant في هاد لوبيراسيون شنو بقى ليا؟ بقات ليا غير القسمه هنايا وهنا الجمع. باش غادي نبدا؟ غادي نبدا بالقسمه، ما نجيش نجمع انا هاد جوج نو، حتى نساي القسمه اللي عندي. 12.6 plus 12.6 plus 3.6 ديفيزي باغ 6، غنحسب هادي غتعطيني 0.6. maintenant شنو بقى ليا؟ بقات ليا جوست لا سوم. اشنو غندير؟ نجمع ما بين هاد هاد لي تيرم هادو اللي عندي، يعني بويسك بقى ليا غير الجمع غادي نجمع ما بيناتهم، غتعطيني 25.8. اشنو درت؟ حسبت 12.6 زائد 12.6 زائد 0.6 عطاتني 25.8. maintenant غنشوفو ليكسبريسيون جي. دونك عندي جي ايغال 12.6 بلس 3 فوا 4.2 بلس 1.8 فوا 2 ديفيزي بار 6. دونك سي لوغيل بشويه عليكم. هنايا في هاد هاد لا سيري دوبيراسيون شنو عندي؟ عندي لي بارونتيز ها هما، وعندي عاوتاني الضرب، هاد الضرب وعندي الضرب وعندي هنا القسمه. دونك شنو هي اول حاجه غنبدا بها؟ هما لي بارونتيز، نحسب هذاك الشيء اللي عندي داخل الاقواس. دونك نحتفظ ب 12.6 زائد 3 في. دابا نحسب هادشي اللي عندي ما بين الاقواس. دونك هنايا 4.2 بلس 1.8 كتعطيني 6 فوا 2 ديفيزي بار 6. ماتنو عندي هنايا الجمع وهنا عندي الضرب، الضرب والقسمه. باش غنبدا؟ غنبدا بالضرب والقسمه من اليمين، من اليسار الى اليمين. 12.6 هي زائد 3 في 6 كتعطيني 18 في 2 قسمة 6 تساوي
12.6 زائد 18 في 2 هي 36 مقسومة على 6. لاحظتوا كندير نخدم، يعني كنمشي بعملية بعملية وكنبداو بالضرب والقسمة. ها 12.6 زائد 36 مقسومة على 6 هي 6، دونك جي ايغال 18.6. دونك هنايا سبقت لي بارونتيز هما اللبنانيين، عطاتني 6. ابري بقى لي الضرب والقسمه، بقيت كنمشي بشويه بشويه، يعني احتفظت ب 12.6 هي، ضربت من بعد 3 فوا 6 عطاتني 18، عاوتاني احتفظت فوا 2 ديفيزي بار 6. ابري درت 18 فوا 2 لي 36 ديفيزي بار 6 عطاتني 6. Maintenant, je fais l'expression i. I égale 12.6 plus 3 fois 4.2 plus 1.8 fois 2 divisé par 6. باش غنبدا دابا غادي نبدا بلي بارونتيز، غادي نحل هذا القوس ونحل هذا القوس، ولكن لاحظوا معايا في هذا القوس عندي هنايا الجمع والضرب، بمعنى فاش انا يعني نبغي نحسب هذا القوس هذا خاصني نسبق الضرب، حيت الضرب كيغلب الجمع، دونك خاصني نسبق حتى هنايا نسبق الضرب. نحسب بعدا هذه هي الاولى 12.6 plus 3 سي 15.6 fois. Donc on a 10 fois. Oui. Donc là il y a 4.2 plus 1.8 fois 2. باش غنبدا بهادي، يعني نحتفظ ب 4.2 زائد 1.8 fois 2 c'est 3.6 divisé par 6. باقي عندي البارونتيز غادي نبدا به 15.6 في 4.2 زائد 3.6 هي 7.8 مقسومة على 6. لاحظوا شنو بقى ليا دابا، بقى ليا الضرب والقسمة، غادي نخدم من اليسار الى اليمين، بمعنى نقسم نضرب هذه في هذه هي الاولى عاد نقسمها على 6. دونك 15.6 في 7.8 كتعطيني 121.68 مقسومة على 6. 20.28. Donc i égale 20.28. Maintenant on passe à k. Dernière expression. K égale 12.6 plus 3 fois 4.2 plus 1.8 fois 2 divisé par 6. Aussi, حتى هنايا شنو عندي، عندي البارونتيز، عندي الضرب، عندي القسمة. غادي نبدا بأول حاجة اللي هي لي بارونتيز. دونك ك ايغال هذه ما عنديش في القوس نكتبها احتفظ بها، زائد غادي نحسب هادشي اللي عندي داخل الاقواس، ولكن لاحظوا ان حتى داخل الاقواس عندي هنايا الضرب وهنا عندي الجمع. باش غادي نبدا بالضرب، بمعنى غنضرب 3، غنضرب 3 في 4.2 غتعطيني 12.6 زائد 1.8 مضروبة في 2 مقسومة على 6. مازال عندي البارونتيز، يعني نحتفظ بهاد 12.6 زائد هنايا نحسب هادشي اللي عندي داخل الأقواس غيعطيني 14.4 × 2 / 6. شنو عندي هنايا؟ عندي الجمع ضرب القسمة. باش غنبدا ضرب والقسمة، نحتفظ ب 12.6، 14.4 مضروبة في 2 هي 28.8 مقسومة على 6 تساوي، مازال عندي الضرب وهنايا القسمة. باش نبدا بالقسمة، دونك 12.6 زائد 28.8 مقسومة على 6 هي 4.8. مثلا بقى لي غير الجمع، يعني انك تساوي 17.4، يعني غير جمعت ما بين هاد لي دو تيرم. دونك دابا سينا التمرين رقم 1،
دونك اللي خدم هاد لي زيكسبريسيون القاوم عنده صحيح دونك راه سي تري بيان. يعني غير اون فوا تعرفوا الترتيب ديال هاد يعني باش كنبداو الاقواس من بعد الضرب من بعد القسمه دونك ابري غيجيكم هذاك الشيء ساهل. غنشوفوا هنايا كالكول تمرين رقم 2 دونك اكزرسيس 2 في لا ميم باج 13. كالكول عندي هنايا 4 اكسبريسيون. عندي الاكسبريسيون ا ايغال 15 موان 5 فوا 2. دونك هنايا اشنو عندي؟ عندي هنايا لا سوستراكسيون ها هي وعندي هنايا لا ملتيبليكاسيون. بون ماتنو باش غادي نبدا انا عندي الطرح والضرب باش نبدا بالضرب. دونك هاد 15 ما غاديش نقيسها نحتفظ بها وندير موان 5 فوا 2 اللي هي 10. 15 موان 10 سي 5. دونك لاحظوا لو كان انا جيت وحسب دونك عندي راه بالاحمر يعني راه خطر. لو كان انا جيت وحسبت درت 15 ناقص 5 شحال هي 15 ناقص 5 هي 10 عاد نضربها في جوج شحال تعطيني 20. واش نفس النتيجه؟ ماشي نفس النتيجه. دونك باش عرفوا ان هذاك الترتيب اللي كنديروا ديال العمليات راه ضروري يعني ماشي غير جينا ودرنا غير هكاك نو حيت راه حتى النتيجه كتبدل. يعني اون فوا نتبعوا دوك لي زيتاب مزيان كتعطينا نتيجه صحيحه. اما باش نبقاو ندخلوا نيشان ونحسبوا نيت من الاول حنا كنحسبوا غادي يكون عندنا خاطئ. يعني هادي خاطئه. اشوفوا بي 10 فوا 13.5 موان 3.5. حتى هنايا شنو عندي؟ عندي هنايا الضرب وعندي لا سوستراكسيون اللي هي الطرح. باش غادي نبدا بالضرب. دونك غنضرب 10 في 13.5 هي 135. شنو درت؟ غير حيدت هاد الفاصله وديتها لهنايا حيت فاش كنضربوا عدد عشري في 10 اولا 100 يعني كنزيحوا بهذيك الفاصله على اليمين على حسب عدد ديال الاصفار اللي عندنا هنايا. ناقص 3.5. دونك هنايا شنو درت؟ انا سبقت الضرب. علاش؟ حيت الضرب ديما تيغلب الجمع و الطرح. دونك هنايا ضربت 10 في 13.5 عطاتني 135 عاد هبطت معاها هاد 3.5 دونك هي 131.5. سي دونك سي تساوي 16 ناقص 6 في 2. حتى هنايا نفس الشيء عندي الطرح وعندي الضرب. باش نبدا غادي نبدا بالضرب. دونك تساوي ها 16 ناقص 6 في 2 12. 16 ناقص 12 هي 4 دونك سي ايغال 4. لا ديرنيير اكسبريسيون دي 8 بلس 2 × 6. حتى هنايا نفس الشيء عندي 8 زائد وهنايا عندي ضرب. غادي نسبق الضرب 2 في 6 12 يعني تساوي 20. دي تساوي 20.